نلوم نلوم حتى حد، ما نحب نلوم حتى حد، نلوم إلا نفسي اللي ربما نعيب على نفسي اللي ما تدخلش كيف الكفاية. كنت من ناحية السياسية والإدارية فهمتني لا في موقف يعني مستقيم، ولكن من الناحية الأخلاقية إذا أردت أو الإيتيكية فهمت معنى الإيتيك فهمت ما كنتش مرتاح الارتياح اللازم. الشيء اللي نجم نقوله واللي ربما ضميري يملي علي في الأيام هذه باش نقوله، اللي ربما كانت تحسين نتائج هذيك يعني جعلها نتائج أكثر فهمت تماشي مع الحقيقة الانتخابية، كانت ربما تكسب تونس خطوة أسرع مع مرور الزمن. وشفت اللي شفت الآن، وشفت اللي شفت وقت بن علي فهمتني لا، اللي وقت النظام هذاك مع بورقيبة مرتاح له، ولكن مع بن علي ما عادش مرتاح له بالكل. وكانك ساعتها الانتخابات هذيك كانت حقيقة أكثر تعددية وحقت التعددية، ربما رانا كسبنا المرحلة وسبقنا المرحلة متاع الديمقراطية بعقد أو عقدين.